اهلا وسهلا بكم متابعي القناه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والفيديوهات ديال تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غيكون واحد الفيديو غزال من المحل المحبوب ديالكم اللي كلكم توحشتوا، لو بافيون تورك، المحل الخاص ببيع الاواني المنزليه المستورده من تركيا، من المانيا، من اسبانيا. المحل اللي عنده جوج ديال الفروع البنات، الفرع اللي كاين في حسن العلوي والفرع اللي كاين في الولفه، واللي حنا متواجدين فيه اليوم اللي غنصور لكم فيه حلقه غزاله غزاله غزاله. غتشوفوا معايا اليوم بزاف ديال المنتجات وبزاف ديال الهميزات وبزاف ديال الجديد، وايضا غادي تشوفوا معايا واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف، اللي هو غتكون ان شاء الله واحد لا برومو غزاله في هاد التلفازات هادو، سمارت تي في احجام كبيره، كاين 43 البنات، شي حاجه رائعه. وغتنتعرفوا على المميزات ديالهم واشنو فيهم، وغادي يكونوا اثمنه خاصين متابعي القناه. يلا البنات ما غنكنزيدش نكثر عليكم، لا جيم والبارطاج، وتابعوا معايا الفيديو. هنايا البنات معايا خويا يونس، كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك اختي منى، ومرحبا بكم، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا دوزتوا العطله ديالكم بخير وعلى خير ان شاء الله. وكما وعدناكم ديما الجديد وديما الهمزه ان شاء الله، يعني باذن الله يكون مناسب بالنسبه مع العلم انه كاين زيادات بالنسبه للترونسبور وداكشي، حنا ديما كنحاولوا نحافظوا على نفس الثمن، هادشي اللي كاين. و هاد المره غادي نبداو نديرو لي فيديو اختي منى كما قلنا، ان شاء الله غيكونوا دي فيديو فيهم الهميزات قلتي ليا. تماما، كل تقريبا الا كانوا الهميزات نقدروا نديرو حتى دو فيديو في السيمانه على حسب سميتو، وضروري غادي نديرو لكم بتيت فيديو، اون كوند فيديو اللي غادي تكون شامله فوالا، بحال غتكون مثلا مره فيديو تفصيليه فيها بزاف لي زارتيكل، وغنديرو فيديوهات هكا قصار اللي غيكونوا فيهم غير الهميزات. الهميزات تماما فوالا، وهادشي اللي كاين. وبالنسبه للميزه الاولى اللي بغيت نقدم لكم هي التلفازه. فوالا التلفازه اللي كيف ما قلت لكم غير قبل، ياك اخويا يونس نعاود نذكر بالنسبه للناس الجداد، المحل ديال بافيون تورك كاين في مدينه الدار البيضاء، دابا عندكم جوج ديال الفروع، ولكن كديروا الارسال. مزيان اللي فكرتيني. بالنسبه كاين واحد القضيه اللي نسيت ما نقولها لكم، نعم، هي انه اون كري ان جروب واتساب بالنسبه لكاع العيالات اللي بغاو يدخلوا. مزيان هاد القضيه. بالنسبه للنيميرو اللي غيكون لتحت ديال الشاشه، بالنسبه فوالا غنحطو لكم على الشاشه ان شاء الله. اييه، هذاك لو جروب غير يسوفي دو تقولوا بغينا ندخلوا داك لو جروب، راه السيد ولا السيده اللي مكلفه بداك لو نيميرو غادي يدخلكم داك لو جروب، وكل مره جات شي حاجه جديده ولا شي حاجه اللي غتصور لكم، ولا بغيتوا تدوزوا فيها لا كوموند، حنا راه اون ليف بارتو، كازا وبرا كازا. مزيان هاد القضيه، يعني غيتعرفوا فيها على الجديد، وغادي يدوزوا لا كوموند ديالهم لي دو. تبارك الله عليك. هادشي اللي كان. تبارك الله عليك. ونبداو على بركه الله، غادي كيف ما قلت لكم ندوي لكم على هاد الهميزه هادي اللي هما هاد السمارت تي في، كيف ما كيبان لكم عندك جوج ديال الاحجام، كاين 40 بوس وال 43. وال 43 فوالا، انا غادي ندير بلون لارج، راهما تبارك الله كبارين. اها، بالنسبه للمميزات اللي كاينين في هاد التلفازه، كاين سمارت اندرويد الاخر 9، كاين بي ان تي، الريسيبتور انتيغري، يعني ما تحتاجش الريسيبتور فوالا، ما تحتاجش، والفول اتش دي، وراه وتقدر فوالا تقدري مثلا كتخدموا فيها نتفليكس، كتخدموا فيها اليوتيوب، كتخدموا فيها كيف ما كيبان لكم هنايا بزاف ديال لي زابليكاسيون هنايا. واللي عجبني اكثر ان دابا هذه هي الفرصه، حيت واحد الثمن اللي واعر بزاف، هذه هي الفرصه ديال الناس اللي شهوتهم في سمارت تي في، هذه هي الفرصه باش ياخذوها. نسيت ما نقول لكم على انه فيها لا كارونتي عام، فيها لا كارونتي، الضمانه عندكم عليها عام كامل. برافو عليك اخويا يعني يونس، كل ما كناش عارفين لا كاليتي ديالها ما نعطيوش فيها لا كارونتي عام. تبارك الله عليك. كاع الناس اللي داو عندنا واللي كيستعملوها، حتى حنا راه كنستعملوها في المحل. فوالا ها هي البنات شفتوها، يعني هي هذه في المحل اللي داوها واستعملوها، ها كيشكروا فيها. تبارك الله عليك. هذه البنات كيف ما قلت لكم فرصه ومناسبه، انا راه واخده غير وحده صغيره كنت خديتها شحال هذه، وميم با واحد لا مارك اللي هي زوينه، جو بونس لا مارك ديال ما عقلش على لا مارك اللي عندنا في اللي عندي في اللي عندي في براون، جو بونس لا براوند عندي لا مارك براوند، عذباتني صراحه والله، واخداها بثمن غالي هذه البنات، يعني الناس كيشكروها بزاف. وكيف ما قلت لكم ال 40 بوس وعندكم ال 43، وقلتي لي غادي يكونوا اثمنه جد مناسبه. اثمنه جد مناسبه، واثمنه خاصه للمتتبعين، يعني خصكم تجيو تقولوا حنا من طرف منى وعاد غتستافدوا، يعني الناس اللي غادي يجيو غادي غير بغاو يشريوها غادي تاخذوها بالثمن الاصلي ديالها، ولكن الناس ديال القناه شحال غياخذوها خويا يونس؟
هادي ال 43 كتبقى ب 2800 درهم. تخيلوا معايا ال 43 بوس مع هاد المميزات كلها اللي ذكرنا كتبقى ب 2800 درهم لمتابعي القناه، وال 40 2600 وال 40 كتبقى ب 2600. كنعاود نذكر دي هي اثمنه حصريه فقط لمتابعي القناه. وشفتوا معايا ذكرنا بزاف ديال المميزات، ودابا تقريبا سمارت تي في ولات واحد الحاجه اللي مهمه في اي بيت مغربي، ولات كتغنيك على بزاف ديال الحوايج. كتقدري وفيها الواتساب البنات، وفيها اليوتيوب، وفيها تقدري تشوفي حتى الانستغرام، تقدري تشوفي كل شيء، تخدمي نتفليكس، القنوات الرياضيه، يعني تبارك الله زوينه. وكيف ما قلت لكم فيها حتى هو البارابول حتى هو انتيغري، يعني ما كتحتاجوش كاع ان يعني كتبقى غير هي بوحدها محطوطه بحال هكا. شتو بالنسبه للناس يعني اللي ما عارفينش داكشي اش كنبقى نشرح ونعاود نذكر، اثمنه حصريه بالنسبه ل 43 بوس كتبقى ب 2800 درهم، وبالنسبه ل 40 بوس كتبقى ب 2600 درهم. تبارك الله عليك. هذه بالنسبه للهميزه الاولى، بقاو معايا ما تمشيو فين، باقي كاين نجيو هنا نكملوا معكم في الهميزات وعوده الاشواغ ديال 3 لتر. ها هي 3 اطرو البنات، ماد ان جيرماني البنات ديال المانيا، شي حاجه زوينه. هذه يعني بتجربه انا عندي في الدار، هناتني بصلاق زبور معدنوس، صوبي فيها الكفته، ديري فيها الحيمات سوا ديال الدجاج سوا ديال اللحم، يعني بكري ولا غنمي وكطحنيها الفروماج، هناتني من الفروماج كنطحن كميه كبيره وكنديرها بحال هكا في الثلاجه كنبقى نستعملها، يعني زوينه بزاف. هذه هي اليد اليمنى ديالك في لا كويزين، اولا لا الحادقه كيف ما كيقولوا ليها ديال الضو. كي قلت لكم 3 يطرو وكان فيها قلتي ليا واحد صراحه مع الترونسبور اللي كاين والظاهره اللي ولات دابا ديال الترونسبور طلع بزاف، فوالا كلشي تزاد في الثمن سي فري. هاد الهاشوار هادي تزاد في الثمن بواحد الطريقه اللي هي خياليه، ولكن حنا حاولنا نحافظوا على الثمن ديالها باش ولفتي الناس الثمن. تبارك الله عليك. اللي هو شحال غادي تبقى؟ 230 درهم. فوالا 230 درهم البنات، يعني هي باش كانت واخا جات زايده في الثمن حاولي حافظ على نفس الثمن، لان شحال من سيده قلتي موصيك عليها. تمام. يعني حنا في واحد لافيبتور اللي الناس بزاف بغاوها صراحه وهي جاده. تبارك الله عليك. نعاود نذكر انها اينوكس، وهاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا معايا هنايا بلاستيك غليظ، يعني منها انها ما كتهرش. فوالا ها هي، علاش كنوريونا الكرتون؟ ها هي البنات، يعني هنا كيف ما قلت لكم اينوكس ما كيصديش، انا بتجربه عندي، وفيها جوج ديال السرعات، السرعه الاولى والسرعه الثانيه. اللي زوين فيها البنات انك ما كتخافوش على تطيح وتهرس، وهاد البلاصه اللي كتبان لكم بحال الزاج كيف ما قلت لكم بلاستيك اللي هو غليظ، يعني كيبان لكم اشنو كيتطحن. 3 لتر البنات والثمن كي قلت لكم 230 درهم. ميزه اخرى البنات اللي هو هاد بحال 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 غنقولوا حنايا المنظمه ديال الحبوب. شوف البنات كيفاش كتجي دايره، هذه الزوينه كانت هي بواحد الثمن ودابا غيكون فيها واحد السولد غزال، حتى هي كانت ما بقاتش وعاود جابها لكم خويا يونس، وفر لكم كميه مزيانه وبثمن اللي هو رخيص فريمون، يعني بالمقارنه مع كيفاش خرجت النهار الاول. فيها 1 2 3 4 5 6، يعني فيها 5 ديال البليصات صغارين وبلاصه اللي هي كبيره، نديرو فيها الروز، نديرو فيها العدس، نديرو فيها مثلا المقارونيه، نديرو فيها نديرو فيها مثلا المايس، اي حاجه. واللي زوين مثلا كنورك على هاد لو بوطو كندير بحال دابا هكا، الناس جداد حتى 10 كيلو كلها هي كتهز 10 كيلو، كنورك على هاد لو بوطو اوكي، كناخذ داكشي اللي خاصني من هاد البلاصه، كتجي لهاد البلاصه ثاني كنورك على هاد لو بوطو بحال هكا وناخذ داكشي اللي خاصني. وفريمون زوينه بزاف، حتى الشكل ديالها انيق، سواء حطيتيها سواء لصقتيها في الحيط حيت كتلصق في الحيط. هاد لي برودوي كاملين اللي كنوريكم بيان سور راه متوفرين في المحلات بجوج، تماما الحسن العلوي بالنسبه للناس اللي قراب الحسن العلوي، ومتوفرين في المحل اللي كنت ديال الولفه، دابا ديال الولفه بالنسبه للناس اللي ساكنين في الولفه. فوالا غير نعاود نشير انكم دابا واش تفتف هنا في المحل ديال الولفه ما كاينش جوغ دغوبو؟ لا يا فوالا، يعني المحلات بجوج البنات راه ما عندهمش جوغ دغوبو باستثناء يوم الاحد، يعني كتحلوا واحد شويه معطلين في الصباح ال 11، اما البنات يعني ما كيسدوا حتى نهار. وايضا بالنسبه للناس اللي خارج كازا ممكن تستافدوا من لا ليفريزون، غنحط لكم البنات الرقم ديال الواتساب ديما غيبقى على الشاشه، اي حاجه عجبتكم كومونديوها، وفي نفس الوقت بقاو في داك لو جروب، يعني انضموا لداك لو جروب واتساب، ديما كتبقاو توصلوا بالجديد ديال الهميزات. بالنسبه لهاد المنظمه العجيبه سيونس بحال كتبقى؟ الثمن ديالها 130 درهم. 130 درهم بشحال كانت اخويا يونس؟ كانت 180 درهم. كانت ب 180، دابا غتبقى لكم ب 130 درهم. ونعاود نذكر اللي زوين فيها ان ممكن تحط بحال هكا وممكن تلصق في الحيط، راه فيها واحد اللصقه البنات كتجي من اللور، وكاين واحد الشكل ثاني عجبني هو هذا، هذه عجبتني البنات لي سيريال، هذه كتجي على هذا الشكل هذا، شفتوا زوينه يا البنات هذه الشكل ديالها، حتى هي كتلصق كتلصق بهاد فوالا، كيكون فيها هاد اللصقه هادي، هاد اللصقه هادي كتكون فوالا على هاد الشكل هذا، كتحيد ليها هادي وكتبقى مشدوده في الحيط بحال هكا، حتى هي كتورك
كيهبط لك داكشي زوينه عجبتني انا. بالنسبه مثلا الروز والمقارونيه، الروز عادي وروز كلاصي، اولا ديروا فيها كي قلت لكم انا، عجبتني لي سيريال مثلا وحدين او شوكولا وحدين عاديين، كيجي الشكل ديالها انيق جدا، عجبتني بزاف بزاف. البنات من لي زاباري جداد اللي دخلوا المحل ديال لو بافيون تيغ، وكنذكر انا اي سلعه وريناها كاينه في المحل ديال الولفه والمحل ديال الحسن العلوي، هي هاد الاله هادي اللي الدور ديالها كيف ما غتشوفوا معايا في لا فيديو، شوفوا معايا هذا هو الدور ديالها. بحال دابا كيكونوا عندنا مثلا شي حاجه اللي كنبغيو مثلا نحافظوا عليها كنديروها في لي بلاستيك، هاد الاله الدور ديالها، وكيجيو معايا كلي بلاستيك ديالها، كيجيو مع لي بلاستيك ديالها. وبالنسبه لي لا سهله لك لي بلاستيك ديالها راه كيتباعوا، كاينين اماكن خاصه فوالا اللي كيتباعوا فيهم. زوينه انا كتخرج الهواء، كتخرج الهواء كومسا كتحافظ على الطراوه ديال هذاك ديال هذاك المنتج اللي حطيتي، سواء كنتي غديريه في الثلاجه ولا غديريه في الفريكو. شفتوا البنات ها هو، كنظن انا الفيديو مشروح وعاودنا لكم ليه جوج ديال المرات. ها هي البنات متوفره، وكيعطيوكم مع هاد لي ساشي هادو باش كتبداو في الاول. شفتوا هذه زوينه بزاف، وانا متاكده غادي تعجب بزاف ديال السيدات وغتنفعهم، والثمن ديالها ياك 250 250 درهم البنات. شفتوا 250 درهم، ونبقاو في لي زاباغاي البنات. كاين حتى هاد كنقول حنايا لا ماشين العجيبه، اولا واحد لا ماشينا لافي ميني ماشينا لافي. شفتوا هذه حتى هي البنات، راه كان الثمن ديالها كنظن 650 درهم. فوالا دابا مسولديه في هاد الثمن هذا، وراه الناس بزاف داوا وشكروها وباقيين خدامين بها. فوالا وانا كنسولني بزاف ديال السيدات في التعاليق قالوا لي واش هذيك الماشين باقيه. ها هي البنات بغيت نسولك على الالوان، واش باقي فيها الزرق؟ باقي فيها الازرق، وباقي فيها واحد اللون فيهم اللي ما بقاش فيهم بزاف، ولكن واحد الساعه باقي ممكن كاين الغوز والزرق. كاين الغوز هاد الساعه والزرق، ونسيت ما نذكر بلي هاد لو برودوي هذا راه فيه كميه محدوده. هذا ما فيه ما كاينش بزاف، وملي كانت باغا هاد لاباغاي كميه محدوده جدا، والرقم ديال الواتساب راه غتلقاوه دائما على الشاشه باش تواصلوا. وبالنسبه لا ماشين هذه العجيبه اللي زوين فيها بالنسبه للناس الجداد، وانا متاكده انكم ديجا شفتوها في الاعلانات سواء فيسبوك اولا اليوتيوب، انها بليابل، يعني بليابل كترجع البنات قد هكا، كتخدم بالضو، كتخدم كل 8 دقائق وكتسكت، كتشوفي انت واش بغيتي تزيدي مثلا واش بغيتي تزيدي مثلا مده اخرى ديال 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 8 دقائق كترقدي فيها. زوينه بالنسبه للملابس الداخليه لي فولاغ، بالنسبه لشي بياسه الا كنتي محتاجاها دغيا بغيتي تصبنيها. واللي عجبني ايضا زوينه لي بيبي، كنعرفوا لي بيبي كنبغيو نصبنوا لهم مستحضرات اللي هي طبيعيه، واللي زوين جوج ديال اللوان، يعني لو غوز الا بغيناها للبنيتات ولو بلو للوليدات. ودابا اون برومو الثمن ديالها عند المحل ديال لو بافيون تورك 550 درهم، وكي قلت لكم متوفره في جوج ديال اللوينات. هنا البنات بغيت نوريكم هاد المنظمات العجيبين اللي رجعوا، اللي زوين فيهم البنات انهم كاينين في جوج ديال الشكيلات، يعني كاين الشكل الخاص بلا ماشينا لافي، وكاين البنات الشكل الخاص هكا بالكرسي ديال المرحاض. اللي زوين انه كيخليك سورتو الناس اللي عندهم يعني اماكن ضيقه ولا اسباس اللي هو صغير، فكيخليكم انكم تستغلوا هاد الفوق والجناب ديال لا ماشينا لافي، وايضا حتى بالنسبه للمرحاض هانتوما كتستغلوا الفوق وكتستغلوا حتى الجنيبات. غزالين هاد المنظفات، كنعاود نذكر اي حاجه وريتها لكم راه كتكون في المحلات بجوج، وايضا كاين الارسال سواء كنتو في كازا اولا في اي مدينه في المغرب. بالنسبه للاثمنه خويا يونس كنظن بحال الثمن، بحال الثمن ديالهم بحال بحال 250 درهم، 250 درهم سواء ديال لا ماشينا لافي سواء ديال كرسي المرحاض. بغيت نوريكم هاد البلاصه اللي كاينه في الوسط ديال المحل، يا كلشي 5 دراهم هنا، كلشي 5 دراهم البنات. شوفوا معايا سواء هاد العويدات هادو ديال الشوا، سواء هاد لي بواط هادو شنو هما، هادي فازلين ياك، فازلين البنات، سواء هاد الشكل هذا الشكيلات هاد السدادات مثلا قريعه مثلا كتهضر لك السداده ديالها، كاين بحال هاد الحبوله ديال النشير، كاين البنات بحال هذا باك فيه جوج ديال لي صابون ديال 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 الريحه، فيهم ريحه زوينه، جوج ديال لي بيبي 5 دراهم، كاين هادو كاين هادو كاين هادو، هانتوما هادوك فيهم جوج، هادو فيهم ثلاثة بخمسة دراهم. أنا غندير ليكم غير دغيرة هكا خفيفة، كاين تا هادو زوينة هاد القضية هادي، ستة بخمسة دراهم، ستة بخمسة دراهم البنات. تخيلوا معايا كاين الفرشيطات، كاين المعالق صافي ياك، مكاينش صغار، الصغار ديالهم تا هما كاينين، تا هما كاينين، يعني كاين المعلقات الصغار المعلقات الكبار والفرشيطات، ستة بخمسة ديال الدراهم. فغيمون هاد البلاصة ديال الهميزات، واو عجبوني هادوك لي تخوس، شوفوا شحال زوينين البنات، تا هما بخمسة ديال الدراهم. هادي شناهي كورونا لي تيم باش تعرفي وحق الله بزاف ديال الناس المتحورين كاين هاد الشكل هذا، شتو كاين هاد الشكل، وخمسة ديال الدراهم البنات.
رائعين كتعاونوك الا كنتي مسافره، لي برودوي ديالك، لي برودوي ديال البيبي، داكشي ديال الحمام. المهم عندهم عده استعمالات، 5 دراهم فقط. كاين هادو اللي فيهم الكارطان زوين، هاد الاعشاب اللي كتكون جافه بحال هكا وفيها رويحه زوينه. كاينه هذه اللي فنه كديري فيها البرودوي، ممكن ديريها تغسلي بها المعينات، وممكن تاكل ديري بها غير الحمام. بعض المرات كتبغي تغسلي الحمام والزليج وهذا، كديري البرودوي هنا غير كتبداي تورطي بحال هكا وحرشه هذه، وكتبقاي تحطي غزاله وفيها اللوينات كيف ما كيبان لكم. 5 دراهم لي كوطون تيج، هذوك كاين لي سباتول، كاين ديك الفرشات ديال السيليكون. عرفتي كاين بزاف ديال الشكلات. كاينه هذه اللي فيها 3 في 1 كيف ما كيبان لكم، هذه ديال القدام هذه والفرشات. وكاينه في اللوينات لابغوس العجيبه حتى هي 5 دراهم. كاين دوك بحال لي بوجوار، شوفوا معايا بهذيك اللمسه التقليديه واللوينات. تبارك الله كاين هميزات فريمون، هاد البلاصه ديال الهميزات. نحاولوا نديروا لو ماكسيموم ديال شفتوا فنا. هذه حتى هي شنو هما هادو؟ هادو سي دي لانجيت. لي لانجيت 3، هانتوما باك فيه 3 ديال لي لانجيت، 5 دراهم. كاين هاد لي ساك بوبيل البنات 10، حتى هما ب 5 دراهم. المهم هانتوما راه كيف ما كيبان لكم، شوفوا هاد البلاصه كلها، نعاود نرجع لكم من هنايا. هانتوما شوفوا بحال هاد القنب هادي اللي ممكن تستعمل حتى في المنشير، هذا حتى هي كلها ب 5 دراهم. تبارك الله، شوفوا شحال فيها مفيدة هادي. 1 2 5، 5 ب 5 دراهم البنات. هاد لي كوردون هادو ديال السنان. كاين هاد لو باك ديال الموس اللي ضروري يكون عندنا في لاكويزين غزال، حتى هو 5 دراهم. كاين هاد الباكي هذا ديال كلينيك، شحال فيه؟ 6. لي بغوسا دون حتى هما. وكاين هادي عجبا، هادي اللي زوينه هادي، هادي كتمشي وكتعاود تجيبها خويا يونس، رائعه هادي. هاد البنات كتلصق بالعيار في الثلاجه وكتكتبي الا شي حاجه بغيتي تفكريها، شي موعد ضروري، الا خاصك مثلا شي حاجه ضروري خاصك تقدايها. فنه 5 ديال الدراهم فقط. شو هاد لابارتي كلها، هانتوما راه ما وريتكمش ماكاين زليفات ديال البلاستيك، شبيكات، بزاف 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 البنات، كلشي هاد لابارتي. غندير لكم واحد بلون لارج جينيرال باش تبان لكم هاد لابارتي كلها، فقط 5 ديال الدراهم. البلاصه البنات غادي نجي لكم هنايا، شوفوا معايا هاد لابارتي. كاين هاد لي صندال هادو فنين وباللوينات اون بلاستيك، كاين هادو حتى هما، كاين هادو، كاين هاد الشكل هادو حتى هما، كاين هاد لي طورشون هادو زوينين فنين، هادو 6 ديال الدراهم، ما كيخليو لا خمله لا والو، كيلمعو مزيان. وكاين هاد الطبيلات ياك اخويا يونس، هاد الطبيلات هادو بليابل بحال المقص ياك، بحال ستيل ديال المقص، هادو تقدر تسافر بهم الا بغيتي. فوالا شتو البنات، يعني فوالا شتو، تقدر هادي 2 في 1، راه تقدر ديرها حتى بلاطو ياك، كتجمع البنات وتقدر ديرها حتى هادي بوحدها بلاطو. وراه كيف ما كيبان لكم كاين بزاف التشكيلات، كاين هادي اللي مرخمه، هانتوما شوفوا كيفاش كتولي دايره، شتو تولي على هاد الشكل، والله الا زوينه حتى في البحر، وباش تحطي فوق منها مثلا، عجبتني هادي. ديري غير الكوتي ديالك وتمشي يعني حدا البحر ولا شي قهيوه ولا هذا، فنه وفي الدار زوينه. كاينه هادي المرخمه، كاينه هادي اللي فيها هكا فلوغي، كاينه هاد الشكل هذا. المهم هادو 3 اللي كاينين، راه كاينين شكيلات اخرين. شحال الثمن ديال هادي؟ الثمن ديالو 130. 130 درهم البنات. وباش عجبوني بلاستيك، ولكن داك البلاستيك القاصح يعني لافابل، ما تخافي على لا تصدى لا حتى شي حاجه. نجيو دابا لهادو، هادو فنين هادو البنات، هاد الطبيلات ياك، هادو كيمشيو دي باك ياك اخويا، فنين هادو الفوق مرخم كيف ما كيبان لكم. شوفوا الرجيلات هادو هما من الجدي اللي جاب خويا يونس هنايا ياك، وكاين حتى في المحل الاخر، كاين كاع لي زارتيكل كلهم دابا تقريبا كلشي كاين في المحلات. فوالا شتو، كاين هاد الشكل، كاين البنات هاد الشكل، هانتوما كاين هذا، شوفوا كيفاش كيجيو دايرين فنين. هادو كيجيو في لي صالون، سوا مودرن سوا الصالونات التقليديه، كيجيو رائعين. وفي لي كوان وكاين ثاني البنات هاد لابارتي هادي، شوفوا معايا فيها هادو اللي كيجيو كاري، وريتكم اللي دائريين، كاين هادو اللي كيجيو كاري هنا. شوفوا معايا هادو الرجيلات ديالهم كيفاش كيجيو مختلفين تماما، 3 دائما، هادو حتى هما 3، كاين ما يقارب 10 الاشكال في هاد 10 تشكيلات. فوالا انا وريتكم غير شويه ياك، والثمن ابتداء من شحال، حيت كل وحده والثمن ديالها من 1200 درهم، من 1200 درهم كتاخذي 3 ديال الطبيلات، ابتداء من 1200 درهم كتاخذي 3 ديال لي صوندغيي، نقدروا نسميهم لي صوندغيي ولا دوك لي طابل جيغون جو بونس كيتسماو. شوف شكيلات فيهم رائعين، ولكن اللي حمقني هو هذا، شوفوا كيفاش كيجي داير في الشكل ديالو غزال، يعني كتقدري تلعبي بهم كيف ما بغيتي هكا في لي كوان، ولا بحال هادو كتقدري تخشي وحده في وحده في وحده، وتا كتبغيهم عاد كتجبديهم رائعين. بغيت نديكم تشوفوا لي طابي غير للتذكير، المحل البنات راه فيه الفوق والتحت، فيه الفوق والتحت، الفوق البنات راه فيه لي برودوي ديال التنظيف، جميع انواع ديال لي برودوي ديال التنظيف، فيه دوك المنظمات التركيه ديال الخضر،
شوف كيف ما كتشوفوا معايا المنظمات حتى هما ديال هكا ديال 5 دراهم ديال 7 دراهم كلشي كاين متوفر. ها هما اللي كندوي لكم عليهم. هما هادو كاين البنات ديال 2 ديال البلايص، كاين ديال 3، كاين الصغار، كاين ديال الكبار، وكاين حتى ديال لا سال دو با. وغير الاشاره هادو حتى هما رجعوا ياك. ايوا فوالا، هادي ديال الخضر، هاد الباني هذا واللي زوينه البنات رجعات. هادي اللي قلت لكم ديال الدروج، شوف شحال زوينه. هادي ديال الدروج البنات، يعني ما كتعذبكمش في الدروج، وفيها اللوينات. هادو شحال كيبقاو الثمن ديالهم؟ نعاودو نذكرو اخويا نسالو. 180 درهم. 180 درهم ها هما البنات اللوينات اللي فيهم. شتو 180 درهم. بغيت غير نوريكم هنايا واحد بعدا الشويات راه باقيين، غير الاشاره. هادو راه كيتستعملوا على طول العام، يعني تشوفوا فيهم كلشي، حوت، دجاج، لحم، على طول العام زوينين بزاف. فنين انايا، راه جربتها رائعه. عرفتي باش عجبتني؟ انك ما كتبقاش تسنى دي تشوي وتحيد، كتشوي كلشي في دقه واحده صغيره وقاضيه الغرض. شوفوا معايا هادي، هادي الطابي اللي قلت لكم، طابي ديال لا كويزين ديال الشيف. شوف كيفاش كتجي دايره، كتجي بحال ستيل 3 دي رائعه. يعني هذه يمكن فيها شي متر و80 ياك اخويا يونس؟ فيها تقريبا متر و80. شوف كيفاش كتجي دايره الشكل ديالها، ها نتوما غزاله غزاله، اللوينات كيفاش كيجيو دايرين، ها نتوما كتجي انيقه في لا كويزين، احسن من ديك العاديه. المهم كنعرفوا حنا السيدات كلهم راه كنبغيو نبدلو، حتى انا جو بونس غناخذ وحيده نحطها في لا كويزين، تجي انيقه جدا. بشحال كيبقى الثمن ديالها دي خويا يونس؟ 100 درهم فقط. شفتوا؟ بغيت نوريكم الجفاف. انا كيحمقوني انا، شهادتي مجروحه فيهم الجفافات، لان فريمون عاونوا السيدات في واحد لافونتاج ديال انه كي بيهم فوالا، يعني يدخل لك في القناه، في الجنيبات، في كل شيء، وكاتب فوالا كتعصر. هذه السيده اللي ما كتبغيش تحط يديها في الماء، بهذا المعنى ما تحطيش يدك في الماء تجفي ولا ما تحطي يدك في الماء. واللي زوين انا حيت مجرباها كتجمع حتى الخمله، يعني ديك الخمله الصغيره اولا، هذا بحال ماشي ديك اللي بحال اللي المشكل اللي كيكون في الجفاف العادي، هذه لان داك لا ماتيغ باش مصاوبه سبيسيال. شوفوا البنات ها نتوما، تمنى يكون باين لكم فوالا، كتشرب حتى الماء. شفتوا؟ شوف كيفاش كتدخل بسهوله، لانها كتستنى وكتعصر، كتغسليها في اي بلاصه عندك. شفتوا؟ شوفوا الطريقه غزاله في الحقيقه، والله رائعه 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 البنات. نعاودو نذكرو الثمن ديالها، شحال كتبقى دي خويا يونس؟ هادي 150 درهم. 150 درهم، وفيها اللي باقيت عاقله ثلاثه ديال لي غوشونج، ثلاثه ديال لي غوشونج 150 درهم، وهادي كتبقى ب 100 درهم. قبل الختام كيقول لكم تكون غير فيديو خفيفه ظريفه، بغيت نوريكم هاد لابارتي هادي اللي كتكون في المحل، كنذكر المحل اللي صورت لكم فيه دابا ديال الولفه، وكاع لي زارتيكل اللي وريتكم دابا كاين في الولفه، وكاين في حسن العلوي، والتوصيل في جميع مدن المغرب. هاد لابارتي البنات غتلقاو فيها بحال دابا هاد الحكاكات، كاينه هادي بحال ديك المقده الصغيره، هادي اللي كنقطعوا بها لي فريت، هادي ديال الخيزو بطاطا وداكشي، هادي باش كتلبس الصباط. شوف بزاف 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 ديال لي كادجيت، هادي ديال البيتزا. شفتوا كل حاجه الثمن ديالها؟ كاين 10 درهم، كاين 13 درهم. واحد الحاجه اللي عجباتني هو هذا المعقم، هذا فن البنات، معقم وفي نفس الوقت واحد الريحه اغريابل غزال. شفتوا شحال كيبقى هذا الثمن ديالو؟ 20 درهم. فيه 230 مللتر فوالا، 230 مللتر البنات، وكيقضي على الميكروبات بنسبه 99.99%. يعني الريحه ديالو اغريابل، ماشي ديك الريحه اللي كتضرك، وفي نفس الوقت ما كينشفش. الشركه تاعهم ممتازه. وهادو ديجال، هذا البنات كيطرش، هذا كيجي بحال كيجيو شويه ياك ثقالين. شتو ها نتوما، كاين بالنكهه ديال الفريز، كاين بالنكهه ديال الكيوي، ديال الحامض. البنات وشحال هذا لو بري؟ هذاك 18 18 درهم. هذه كتهزيه هكا في الصاك ديالك، ولا كتحطي كتحطيه في لا فواتور عفوا، واثمنه كيف ما قلت لكم كتبقى جد مناسبه. هنا البنات كاين لي شامبوان، كاين بزاف ديال لي برودوي، كاين هكا السينيال هكا ديال الاسنان، المعاجين ديال الاسنان، كاين سانسوداين، ولفنا كنقولوا سينيال كلشي كاين البنات كولغيت، كاين هاد سينيال كيف ما هذا ديال بياض الاسنان ياك، ديتوكس زوين هذا. بلاتي البنات نقرب لكم ليه، حتى هذا المنتج اول مره نشوفه، نقرب لكم ليه باش تشوفوه. ها نتوما البنات، ها هو جبري هنا خويا يونس، ها هي وايت ناو ديتوكس. هذا البنات كيعطيكم بياض، وبحال كيعطيكم بياض بلارجيل مينيرال، بحال كيدير لكم ديتوكس للفم اون جينيرال، سورتو الجونسيف. شتو ها هي البنات، فيه 94% من لي زانغغيديون دوريجين ناتوريل. هذا ياك جديد، هذا باقي جديد. شحال الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو 25 درهم. 25 درهم. وقارنوا البنات هذا الثمن مع اثمنه في المتاجر الكبرى، غتصدموا. كاينه البنات حتى هاد لي ميكادو حتى هما زوينين اللي كيديروا الريحه، نقدروا نحطهم في لا شومبرا كوشي، في لي سال دو بان، لي تواليت، في الدخله ديال الباب، علاش لا، تيجي يعطيو ريحه زوينه. شحال كيبقاو؟ زوينه هادو ب
الثمن ديالهم 35 درهم. 35 درهم البنات كيجيو بهاد العويدات ديالهم. كاين لي لانجيت، المهم هي با مال هنايا يا با مال دو برودوي، شي حاجه زوينه منظمه البنات. هذوك السبراي البنات ديال العرق بالنسبه للرجال والنساء، منظفات ديال اليدين. شوفوا معايا جونسون البنات الحجم الكبير، شامبوان حجم كبير 25 درهم الحجم الكبير، الصغير جو بونس 20. شفتوا يعني اثمنه كتبقى زوينه بزاف. وهنايا كاين بحال هادو لي بليابل، هاد السطيلات هادو لي بليابل. شفتوا كاين هادو ياك، هما هادو شوف كي كيولي. شفتوا البنات ها هما، وجابوا هاد المره في اللوينات فنين. يعني هادو تحطي 3 4 ما كيشدوش لك لا سباس، بحال حاطه طبسيل فوق طبسيل. شحال كيبقى الثمن ديالهم هادو؟ هذا 65 درهم. 65 درهم واللي زوينه البنات، كاين بحال هكا سطيلات، كاين شبيكات بحال هكا. ها انتم سوا هذا الحجم، هذا الشكل عفوا اللي كيجي بحال بيضاوي، سوا هذا اللي مربع. وكاينين البنات حتى هنا، يعني حتى بحال دابا هادي، هاد الصفايه، هاد الدواز، حتى هو كلشي بليابل. يعني حتى ملي كتحطيهم انت في لو بلاكار ديالك ما كيشدوش لك لا سباس. وبالنسبه لي بخي بحال دابا هاد الدواز، ها هي مكتوبه 13 ياك، 13 درهم 20 الدواز، الدواز 13 درهم. وهاد الشبيكه اللي شفنا دابا 20 درهم، بحال هادي بحال هادي ياك اخويا. فوالا شو هانوما بالنسبه لهاد لابارتي كيف ما قلت لكم. بيان سور لي بواتي هنايا الكبارين والصغار، المنظمات. ممكن قلت لكم هذا فيديو ماشي مفصل، فيديو غير باش نوريكم الهميزات. وان شاء الله انتظروا فيديوهات بحال هاد الشكل اللي غنحط لكم فيها الهميزات، ومره مره نحط لكم فيديوهات مفصله، نصور لكم الفوق لتحت. يعني بالنسبه للناس اللي جدادين على القناه، الناس اللي خرجوني حتى على حساب داك ورق الحائط 3D، انا غنوريه لكم البنات، بقاو معايا. ها انتم البنات هو هذا، شفتوا اللي قلت لكم هذا زوين 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 الحيط، بالنسبه للبروده، بالنسبه للبلاصه اللي كتوسخ لكم دغيا. انا انا شخصيا دايره في جهه ديال البيرو ديال الوليدات، لانهم مكرفسين، فديك البلاصه بقات ليا فريمون نقيه. دايره البابي بون، دايره هذا في جهه ديال البيرو زوين. البنات انا دايره الكري، دابا نورمالمون هنا متوفر الابيض، متوفر هاد لاكولوغ بحال الصومو، متوفر هاد اللون العجيب والخطير جدا. شوفوا كيفاش كيجي في الحيط ها انتم، هذا اللي كيجي بحال تحجرت، كيجي غزال. واللون الابيض ياك، الكري ما بقاش دابا، الكري ما بقاش. شتو والغوز والصفار وهادو اللوينات اللي كاينين في المحل ديال حسن العلوي، كاين كميه محدوده كلهم كاين فيهم بزاف. المهم هادو اللي مطلوبين هما اللي كاينين دابا بكميه متوفره، يعني كميه وفيره عفوا. والثمن ياك 25 25 درهم كل باكي، كتجي بحال هكا، كيجي متني بحال فيه جوج. والشكل اللي غليظ ماشي اللي رقيق، راه كاين بحالو رقيق ديال 20 درهم، هذا 25 درهم حيت غليظ. متابعي القناه وصلنا النهايه ديال لا فيديو ديالنا اللي كنعاود نذكر صورناها لكم من المحل ديال لو بافيون تورك. خويا يونس هنا مشكور، مرحبا بكم. كانت غيكون هذا الفيديو بدايه ديال الهفيزات ان شاء الله باذن الله. الهفيزات وما غبرناش عليكم حتى والو، فهمتي؟ تبارك الله عليك، نوجدوا لكم في المفاجاه هادشي ان شاء الله. يعني هذا اول فيديو في لا سيزون جديده ان شاء الله ديال الفيديوهات مع المحلات. بدينا مع خويا يونس ان شاء الله، غادي يكونوا ما غيكونش هذا اخر فيديو هذا في الهفيزات، هذه غير البدايه. الا شجعتونا ان شاء الله هي ان شاء الله ضروري غنجيبو لكم الميزات باثمنه خياليه. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف. وغير الاشاره عاود قول لهم اخويا يونس على حساب القضيه ديال الارسال كترسلو. بالنسبه للارسال كنرسلو لجميع المدن في المغرب وفي كازا. اها بالنسبه لكازا كنليفريو ادوميسيل، وبالنسبه للخارج المدن كنليفريو فيا غزاله. فوالا كتوصل اسرع وارخص. اسرع وارخص. فوالا تبارك الله عليك، صراحه ارخص. تبارك الله عليك، هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم، وكنتمنوا نكونوا خفافين ظراف. تبارك الله على خويا يونس، خويا يونس راه كيبدا المجهود، راه حشومي باش باش يبان معنا ويهضر معنا، راه كيبدا المجهود صراحه. تبارك الله عليه والله يحفظه، ويعني بشهاده الجميع الناس اللي كيخليو ليا في التعاليق، الله يعمرها دار، سوا هو سوا الناس اللي خدامين معاه في المحلات بجوج. فإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوناش دائما كيف ما كنقول لكم من جيم ومن بارطاج، ودائما تابعوا القناه باش يوصلكم في الجديد في الاسواق والمتاجر المغربيه، خصوصا في مدينه الدار البيضاء. ما كرهناش نمشيو لمدن اخرى، ولكن حاليا حنا مركزين على مدينه الدار البيضاء. اللي زوينه البنات انه واخا في كازا راه اي منتوج عجبكم في اي محل راه كيكون الارسال في جميع مدن المغرب. بالنسبه للناس اول مره كيشوفوا القناه وعجباتكم، ما تردوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. كنتسنى التعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم. من ختم البنات غادي نخليكم مع الطريق وجميع المعلومات قبل، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني الرقم باش تواصلوا معاهم غنخليه على الشاشه، والعناوين ديال المحلات بجوج والارقام باش تواصلوا معهم غنخليها في صندوق الوصف. انا غادي نقول لكم بسلامه، نخليكم مع الطريق ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.
الناس اللي غيبغيو يجيو المحل الجديد اولا الفرع الثاني ديال المحل ديال لو بافيون تورك اللي بيع الاواني التركيه. دابا انا غندير لكم لو بوين دو ريبير بمستشفى الشيخ خليفه بن زايد، ها هو خليته على يدي اليمين، وغادي نبقاو غير غاديين طول. المهم غيتبعوا معايا الطريق ان شاء الله وغادي توصلوا حتى المحل، وبيان سور غنخلي لكم لوكاليزاسيون صندوق الوصف. بالنسبه لهذا الفرع، هذا هو الفرع الثاني كيف ما قلت لكم. الفرع الاول راه كنت ديما كنصور لكم فيه في القناه، يعني كيجي قريب المول ديال تاشفين سنتر، وهذا هو الفرع الثاني يعني المحل ديال بافيون تورك كيحاول ما امكن انه يقرب لكم. وعلاش لا، يفتتح عده فروع وديما غادي في الجديد ان شاء الله باذن الله. هانتوما غير تبعوا معايا الطريق يعني من المستشفى، بقينا غاديين غير طول. هذه هي المنطقه ديال الولفه، غنبقاو غاديين غير طول. هما راه فهادوك العمارات اللي لهيا، راه من هنا كيبان لينا لو بافيون تورك من هنايا، يعني غنبقاو غير طول. ما عندكم فين تكلفوا، وغادي ندورو الدورة على يدنا اليسار فقط. فوالا انا غنوقف هنا، كاين الفو روج. فوالا هاو دابا الفو روج ديريكتومون كيف ما قلت لكم، كنبقاو غادي نطول. كاين الرون بوين هنايا كندورو عليها اوتوماتيكمون على يدنا اليسر. هانتوما كاين هاد بغي كومونديال، كاين هاد هنايا دي زابارتمون جدادين زوين، هاد لي شونتي هنا فيهم دي زابارتمون غزالين، وهذا هو المحل ديال لو بافيون تورك.